عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي لا تجعل في قلب أمي وأبي من الحزن والهم مثقال ذرة. رب ارزقهما أجمل مما يتمنيا، وأسعد قلبهما ليسعد قلبي يا كريم. اللهم اغفر لوالدي ما مضى من ذنوبهم، واعصمهم فيما بقي من عمرهم، وارزقهم عملا زكيا ترضى به عنهما. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها.